السلام عليكم. اليوم عندنا عملة جميلة جدا، ولي وانكا ذا تشوكليت فاكتوري، 5 أونصات من الفضة النقية، مناسبة مرور 100 عام. وهذه القطعة الخطيرة، نشوف تفاصيل أو شيء. عندي رقم 449، المعدن 3 تسعات من الفضة النقية، الوزن 5 أونصات، دولة النرويج، سنة 2023، عدد السك 500 قطعة فقط. وهذه القطعة تبارك الرحمن صافية وانكبار، اللي ما أي شيء ينزل مناسبة مرور 100 عام أو 50 عام، هذه يسمونها العام الذهبي، لازم الكل يشتري. لو شنو كان، لو شيء ما تعرفه تشوف 100 سنة اشتري، لا تخلي. شيء خرافي يعني، انا اشوف السعرها الحين راح يتدبل، حط فوق الدبل 7 مرات يعني. اللي صادها مبروك، واللي ما صادها هارد لك. دولة نوي، 10 دولارات من 5 أونصات الفضة النقية، ريبابليك سيل اوف نوي. قطعة جميلة جدا، شوف الشوكليت.